أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعيني حبايبي. تحدون آخر مرة في البترول استوت حفلة، سويت سيارة، سويت كل شيء، وصرت أدور على منو، أدور على السيارة، صدقوني ما حصلتها والله. حاولت إني أحصلها وأسوي وهذا وما قدرت، وضيعت 700 مرة ضيعت، والطريق يعني الله لا يوريكم. لكن أنا حصلت مكان ثاني، وإن شاء الله إن شاء الله إني بقدر أرجع البيت. سويت سيارة ثانية وسويت سوالف ثانية، متمنيا ان الرجوع الى المنزل يعني. فالحين حصلت مكان للنفط. زين خلينا نشوف اذا عندك كيابل. اكيد ما عندك كيابل، اكيد 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 ما عندك كيابل، اكيد ناسي شيء ولا حديد. يعني واحد ما بقول شيء يعني، لكن وحتى ما في بترول ترى، خلصه. انت حاط فيه فحم وخلصت الفحم على الدرب. الواحد يشوف هني الطريق شكله زين. خلنا نشوف نغامر شوي. اولها بكم مغامرات وحديد وناسي شي وناسي وايد امور. ليش ما في درب نزل عدل؟ ليش المكان الطريقة هاي؟ شلون ايده؟ اها انا كنت مسوي، لحظة مسوي شارع لي هناك. خلنا نسير، جيت السيارة هني كنت مضيع والله. خلنا نستعمل الشارع، ان السيارة ما فيها بترول. يعني انا لو اخذت يمين انت ريحت راسي. ما اقدر انط حتى في الماي يا حبيبي، شو هالغلاسة هاي؟ خلنا نشوف الحديد. في هنا حطام بعد، في سامان ما قدرت اشله لانه فل عندي. تخيلوا فل عندي كل شيء، واخر شيء شو هذا؟ الميليسي يستخدم التصنيع، يمكن استخدام محارق القتل الحيوي لمركبات الحصول على الطاقة. اوه بترول هذا. طبعا على اليمين اللي بنسوي فيه شاحنة، بس ما اقدر اسوي شاحنة الا اذا عندي بترول، لان المطاط منتج من نفط يطلع. ف يلا هلا اعربكم، تمشي الحال. هذا هني فوق شكله ولا تحت ولا مكان ولا لا تحت، بيكون تحت شكله. في فحم قريب، في فحم قريب. انا حصلت مكان البترول وكل شيء تراني، فالحين بس اني اوصل كل شيء له. هذا حق البحث. تعال نباك ندور عليك دوار. انت اكل عندي، اكل عندي. اقدر احط حفارة مرة واحدة ولا ما اقدر؟ كريتيريوم هذا شيء جديد اظني، هني كان صح. هذا هو، هي ما في حد يحرسه، غريبه. ما يا حد يضربني يعني، غريبه. زين ماينر ام كي 1، لانه بنحتاج احنا اصلا حفار حق شو؟ قضيب حديد ما عندنا، وحفار متنقل ما عندنا. لحظه خلنا نحط لنا قضيب حديد، ما عندي خلاص. انا به عيال شو نسوي؟ نفر خام حديد. اوكي نفر هذا، وبنسوي منه. لحظه لا تقول لي هاي يبالي قضيب حديد. زين كيف اسوي قضيب الحديد من دونها؟ عندي عندي ورشه، عندي ورشه في السياره. برجع للسياره بسوي كل شيء، وبرجع هني شو بسوي؟ ايوه سياره سيده بتكون. بنرجع السياره بنسوي كل شيء بيبات وهذا، وبنرجع هني بنسوي حفاره بعد هالسوالف. بس اهم شيء نحط بترول الحين. لحظه بما فحم، فبنرجع هني اول شيء بنولد طاقه. ايوه بنولد طاقه من هني لهناك، بودي حديد بعد من هني له حديد. ليش اودي؟ ما بحديد صح. كيف نسيت البيبات يا جماعه؟ يا جماعه خبروني بس كيف نسيت البيبات، خاطر يعرف. والله نسيت البيبات يا جماعه والله. هذا سيف عجيب، كسالبر بسميه. تعرفون كسالبر؟ اكيد تعرفون، مستحيل ما تعرفونه. والله الشارع سويته كنت جاي بالعكس، والحين ذكر ها شو هذا؟ برج الفضاء مالنا. تعرفونه قريب 3 كيلو اظني، بعيد يمكن. مش قريب ابدا،
بعيد بعيد مسافة طيبة، لأن السيارة الحين مرة محركة بعد. يوخ مرة محركة السيارة. هاي شو تحت؟ شكله بستكشف بالنيب سامون. هذا بعد نفسه اللي هو ساعدوني الخام هذا اللي خذناه مال الشي سم شو نسميه هذا طبيكة خضراء للطاقة. هاي غير عن هاي طبيكة صفراء. هاي اللي أظني حق الأوفر كلوك ربع اللي هي تزويت حق المكاين يمكن. بنزودها الحين ترى أول شيء بسويه بنزودها الحين بنحط البترول وإن شاء الله روما نرجع القاعدة بأمان. وبنسجل إذا قدرت استوى وقت للحلقة بنسجل مسار رحلة حق منو حق الشاحنة. سميني مسكت مسافات وضيعت ورديت سويت ومدري أوه الله لا يوريكم. حفلة حفلة كأظني بعد في سيارة واحدة ما أدري مين ضيعتها. يعني عندي بيبات والله عندي بيبات. شوف شوف يا مال اخذ الكل عندي بيبات ياي بيبات. ها مرات السطلة زين مضخة نفط يعني خلنا نسوي كبر. والله ما بخلص ما بسيت ما برجع. بنحطي هني أرضية بسوي مصنع الحلوين. لحظة أول شيء خلينا نشوف وين بحطي مضخة النفط هني. بنحطي أوه في مضخة ثانية في محطة تصفية بس محطة التصفية أظني اللي توي شفت بترول هني صح؟ هي بعد في بترول هني بس أول شيء بنسوي الاثنين هاي لأنه لازم نسوي محطة سيارات هني بعد. على اساس السياره تسجل رحله من مكان لمكان ولازم نسوي كهرباء. فشو بسوي؟ بسوي محطه هني ان شاء الله ما يكون وايد مرتفع يعني اهم شيء السياره. 3x3 كانت حق محطه السيارات. لو تحيدون البث اللي مسويته كنت مع الشباب العب تقريبا هذا القياس اللي حطيناه. بعدين بنسوي الجيت باك وهاي الحين لازم ارجع اسوي ابحاث اذبح كل المخلوقات اللي في دربي المخلوقات الفضائيه. خلينا نسوي هذا لحظه انا هذا ابا نقدر نحط برج شيء هنا نراقب شيء نسوي شيء ما اعرف نسوي بس نقدر واقدر اشله مره ثانيه السامون. بعدين بنجمع هايل بيكون عندنا بس يعني فترة بس أساس إن نجمع هايل عرفتوا؟ ما بسوي شيء ثاني إلا نجمع هذا براية. خلنا نسوي لنا بلاتفورم. أنا جايب معي كونكريت إلى يوم الكونكريت يكفينا مفروض وزيادة زين. ونحطي لنا هني ورشة عمل. لازم ورشة عمل. وين ما نروح وين ما نروح ورشة عمل. ولا بتقنعوني برجع القاعدة هناك مستحيل نوي. ونبغى كيبلات صح؟ كم كيبل؟ كابل يبغالنا واير وانا جايب وايرات اصلا يا حبيبي يا حبيبي. اليوم شغلتي ما ادري كيف مكان مخيف في الليلة بس جميل بعد فنان جرافيكس مال اللعبة للحين يعني مرت فترة طيبة وانا العبها اشوفها شي وايد حلوة الصراحة. اكيد ليش بيجيب معي شيء خلنا نشوف قبل اروح وارجع واقول ما عندي عندي واحد او عندي كبرات عندي كبرات عندي كبرات عندي كبرات عندي كيبلز بس ما برجع بدون بترول. في نفس المكان اظني في شو اسمه بعد نحاس بسير هناك. ترى بسير هناك نحن عشان نسوي كهرباء ولا كيف نسوي كهرباء حق هذيل لانه ما عندي كهرباء ما اقدر يجيب 3 كيلو ما ادري كم كهرباء تراني. زين خلنا نسوي مضخة نفط. لحظة لحظة واحدة من هل اي شيء بسويه حق الفحم بيحتاج كيبل الكهرباء نفسها بيحتاج كيبل. لحظة هذا بيحتاج كيبل لا محتاج حفار. حفار شو محتاج؟ خلنا نشوف اول شيء احتياجات منه الحفار. لحظة خلنا نسوي لنا هني لانه بنيب السيارة هني بعد خلنا نروح نركب يوم بنيب فحم
وبنستعمل السيارة في المشاوير إذا قدرنا، لأن أشوف صرفيتها مش عالية فوق العالية. بس الحلو يوم قريت عن المحطة وكنا نسويها ذيك اليوم، أنا الحين ما استعملتها فعليا بشكل عدل. طبعا يروم ينزل هنا بدون مشاكل، بنزل من هالصوب لأن أشوف القاعدة سيدة. زين حفر وتنقل، شو يبالك؟ يباله سلك. زين بنحطي واحد ثاني من هذا هناك عادي، دام عندي بيبات بشل بيبات معي وبنشل هناك. الحين بنسوي كل شيء وبنرجع هني بنحطي شو، بس خلوني ابدل شوي سامون لانه بنتج كل شيء مره واحده. خلاص كل شيء بنتجه مره واحده وبيبله هني لاني ما احتاجه. والله ما بنتج كل شيء، لا بسوي اللي اباه. خلنا نشل هذا، بس هذا صح. نحتاج شيء ثاني؟ لا، عندنا كبرات، عندنا هذا، عندنا ذاك. لان الحين شو بسوي هناك؟ بسوي ورشة وربعة، بنتج فحم، بنتج كهرباء من الفحم. هذا اوكي المكان، احسه مش اوكي، بسوي اختصار الصوب الثاني احسن. لا بعد عادي عادي، بيبي مهني ما تفرق، ما وقفت على هاي يعني. استوى مرة واحدة ضباب، شو السالفة؟ حصلت شوي مخلوقات. شفت المنطقة القديمة اللي رحناها هناك؟ المنطقة القديمة اللي هناك وحوشها كلها قواية، هني المنطقة فاضية وحوش صغار. وهذا هناك يمكن يبالي عقب نطور، لأن بسوي أبحاث الحين. الحين وأنا ساير ببدأ أسوي أبحاث أكثر على أساس أطلع بعض التزويدات وهاي الأمور. الحين ما عندي تزويدات وربعة. قلنا الفحم وين؟ فوق صح؟ وقلنا هذا وين؟ نفس المكان 200 متر يعني هني. اوكي قلنا الفحم هني صح؟ وحق الحفار المتنقل شو محتاجين؟ ويت صار متنخل، بنحطي لها بتحت. نحن اصلا حاط سامون هني صح عند الحديد. صبر حط كل شيء هني، طف مره ثانيه، طف حط كل شيء. حفار متنخل اللي باله ويرز، ويرز يباله نحاس. اوكي نحاس اشوفه كان قريب صح. زين ما طحت بعد فوق. شو بس قريب قريب مو بعيد، اهم شيء ما يكون مكان وايد معقد. شكله مكان وايد معقد. سوي هذا اللي نقايس له، تشوفوا الحركة. أما الصبح قايس وقولهم تشوفوا الحركة، الحين تفشلني؟ تعال ليكون هني النحاس. لا بعد تكمل وهني اللعبة، هني اللعبة. هني اللعبة، لحظة. أيوة، وصلت النحاس، نايس. عشان ما نطيح تحت بس. احتياطا. في مخلوق فضائي، تعال. هذا اكره مخلوق فضائي في العالم، انه كره ذبحني ذيك اليوم. بس هذا تعال بذبح عيالكم لانكم شلاب تذبحوني. ما عندي مساحه. لوب ما في غير؟
لا وين النحاس؟ هذا النحاس. لا تجلس مزمع النحاس. شو اقدر افر من عندي؟ هذا ما ابغى. لازم نهد شيء. كل شيء مقابل شيء. اكله بس عشان حفار متنقل، تخيلوا. لاني نسيت اجيب حفار متنقل. والله عادي كان في عندي حفار متنقل وانا ما سويت له سالفه. هذا مو عندك بترول و مثل العوز هذا اللي استوي. بس ترى اظني بنحتاجهم مرة واحدة، بس بنبنيهم مرة واحدة وبعدين خلاص طاف. هذا كم، لحظة كم يبغى له ميجاوات؟ كم واحد لازم احسب حسابي؟ 50. خيبة خيبة 50 ميجاوات. انا عندي ال اوكي وايد 50 مو بشوية، وايد وايد، لأن الحين عندي 40 محطة الفحم تنتج 40، يعني هالبترول ينتج يصرف ربع مصنعي الحالي. طيب الواحد فيهم، لا مش واحد، الاثنين ينتجون ربع مصنعي. عندي 400 تقريبا أنا في المصنع. والخيبة بحط كم واحد من البترول بسوي بكذي؟ خيبة ليش؟ وايد الصراحة. بس في مال مخلوقات فضائية هني وايد، ونحن رادين بالسيارة لأن لازم ننتج بترول. زين الفحم هني مشينا، هني كان فحم، طلعنا هني ركبنا من هناك. أوكي نحفظ المكان شوية لأن هني بنسوي الحين كيبلات. عقب الكيبلات شو بنسوي؟ مش سبيكة حديد، سبيكة نحاس. لا توجد مساحة كافية، ذبحنا وهو لا توجد مساحة كافية. ترى هذا شو؟ ما اعرفه. ينتج طاقة؟ ما ابغى اعرفه. برايا انزين، نبى نسوي هذا ونسوي من وراه وايرات. والعقب صبر، خلنا ننتج احنا كم. ما نبى هذا كله صح. انت 150، شو اللي ممكن اتخلص منه حاليا؟ ولا شيء. خلنا نسوي اسلاك. زين بس ما اقدر اسوي اسلاك لانه اشو هذا معدن فضائي حصلته في الدرب. 62. لحظه ممكن احطي، ما عندي صندوق حتى لو جايب صندوق. خلنا نعق هذا هني. اوكي موجود صح. انتج سلك كهربائي هني. ابى انتج فحم وشل من الفحم بعد، اعبي حق شاحنتي. بجيب شاحنتي هني وخلاص. انت تعال انزل. اظني اروم احط مال الفحم الحين. حفار واحد. لا لازم اسوي حفار اول، وهذا بعد بيقول لي ما في مكان، فخلوني اشل هذا واعقه ويه هني. اسوي 10 حفار. كم واحد؟ بسوي واحد واحد بس الحين. اهم شيء الفحم. زين مسوي حفار متنقل عندك كل شيء. يا سلام مسوي ذاك الصوب، مسوي محطات الكهرباء سيد عنده. ان شاء الله عندي حق محطات كهرباء. يبالي 5 روتر. يا سلام اظني جايب روترز. انا شبه متاكد اني تقريبا حاولت اجيب كل شيء احتاجه حق اني ابني، بس في شغلات الواحد. وين الدوار؟ وينه هذا؟ يبى براغي بعد. براغي يعني نقدر نسوي براغي الحين. اوه نقدر نسوي براغي عندي هذا. ناس يبالي 5 دوار بس. دوار 7. ما عندي مكان يا هل شغلة اللي ما عندي مكان هاي. لحظة خلينا نحطه هني. بشلعك بشوي. انت لازم اشلك، انت مال بحث. وين الدوار؟ الدوار انزين. خلنا نحطي انزين، خلنا نحطي هذا. واحد ما يكفي. لحظة كم محطة كهرباء لازم نسوي؟ مولد فحم. نبى 3. ابى 3 انا. هذا ما ابى.
أبو ثلاثة مولد فحم. إطار معياري يبالي 9 عندي. إيه يايب. هذا من أول الشغلات اللي تأكدت إني أجيبه. ليش؟ لأنه راح ينكبني إذا ما في. أوه يا النكبة. كم دوار يبالي غير؟ يبالي 8 صح؟ يبالي 8 دوار غير. يبالي كيبل. كيبل نبغى زيادة لأن بنسير هناك. لازم نوصل كل شيء الكيبل ولازم ما أخلص الأسلاك. لأن إذا خلصت الأسلاك بنكب. لأن لازم أوصل كل شيء. وكونكريت عندي اللي هو الخرسانة عندي. خلنا نسوي هذيل أول شيء. شوفوا هني الإنتاج الفعلي هي من هني. نسوي لما صنع بعيد آخر الدنيا. تعرفون إنك أنت إنك أنتم باخطو طرط بوف بوف بيج. إنزين خلنا نحط مصنع مولد فحم. هذا بيطلع من هني. سبلتر بحطي 3 3 1 إن شاء الله يصير مكانهم عند بعض. طابق شديد الانحدار مو مشكلة عادي. يستوي هني يستوي ما يستوي. بنحطي وين؟ طب الثاني من السبلتر. مقابل هذا اعطينا بعد واحد. اعطينا واحد هنا تقريبا. تقريبا يعني ما فرقت وايد يعني على هاي. انزين نبا فاصل. واحد هنا واحد هنا. يلا عاد يركب هذا. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. انزين الحين بنحط كهرباء. واحد انا عارف شو تسألون. خلي الكفة تشغله الحين براويكم. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. لا هذا لازم اشله. وهذا موصله في هذا. كيف انتج كهرباء بسيطة. كله شوي فحم. كم 5 6 كفاية. اول واحد فيهكم حطوا فيه 6 فحم اللي عندكم. بس. كان الله غفورا رحيما. استوى عندي مكانين حق سامان اللي معقوق هناك. من ينتج كم حبة فحم بيتمون ينتجونهم. لانه هو ما بيستهلك كهرباء وايد هذا. شوفوا. ايوه 100% عندنا حديد عندنا اسلاك عندي نحاس. عندي نحاس زياده اسلاك حق هناك. نايس. زين شوف بدينا اتجهني هالمكان على الاغلب ما برجع له ترى. ان شاء الله ما ارجع لان لو رجعنا له معناه انا محتاج شيء وانا ما بيرجع له الصراحه. بس خلنا نشيل ساماني مهني. زين وامد اهلنا هناك فحم. ما اظني بحتاج اكثر من هاي الكهرباء الصراحه. بس ابا بعد في حال ان احتجت اي فحم اقدر ارجع وما اقعد. شو اسوي؟ ادور حبه حبه. شو بسوي؟ اسوي بالطريقه هاي. اخزن شوي فحم بعد في دربي مره واحده. الحين كلهم شغالين؟ ايه 150 واط. نايس. ال 150 واط هاي بحلل ابوهم. بس خلوني احول النحاس الحين الى اسلاك بعد اساس اني اشل ال لان ابى اشل ما يستوي. ابى احول لسبيكه لحظه. خلنا ننزل ال 50 حديد هاي اللي كل شويه انزلها. انزين ونسوي سبيكه نحاس واحولهم كلهم اسلاك. لان هناك بعد اقدر احوله هناك. اقدر احوله هناك والله. بس مو بحوله هني. لان هني
الحين بشيل فحم وانا طالع اساس احرك سيارتي ويكون عندي كل السامان قريب وين ابني. واذا وقت احتجت اي شيء شو راح يستوي؟ خلينا نشيل هذا، ما بويت فحم، ابو شوي بس. بس هذا يكفي اساس احرك السياره. زين الحين بشيل كيبل من هني وبنروح. يلا على فكره الحلو في اللعبه انه نقدر نبني من بعيد، يعني تبون شيء شوفوا اخبركم، شوفوا بعيد تعرف مسافته كم. ها من احلى الشغلات اللي في اللعبه يعني. ها خلنا نسوي سيده على اساس ان الحين من الصبح انا قاعد اسوي سيده صح، نسير بعيد. في كهرباء عندي، يا سلام، يعني من احط المصنع هناك ارمي شبكه الكهرباء. سلك طويل خلينا نحطه هنا ونسير. سلك طويل وال اقدر احطه فوق؟ اقدر؟ لا ما اقدر. الاستهبال اللي بالعيد ترى دائما. انا كنت هناك وشفت 200 فحم شليت اوكي، وانا طالع قلت لا 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 200 فحم يوصلني يا عمي، ما ابي اصرف. والله وبلعهن بلع، بلع ال 200 حبة فحم بلع، ما سوى لهن سالفة. تعرفون شو ما سوى لهن سالفة؟ والله ولا سوى الفحم سالفة. خلنا نشيل هذا لين لحظة، الحين خلنا نسوي درب حق الشاحنة ماري. ونحطيه فيه فحم شوية ان شاء الله قريبا ببدل الفحم في بترول. شوفوا كيف يصرف الفحم، وما انتبهت هناك فعليا ترى، ما انتبهت كمية الصرف، يعني يصرف يصرف وايد فحم. بس الحلو انه يشتغل على اي شيء، حشيش اي شيء يشله. هذا الحلو فيه. انزين الحين اشوف البترول يلمع هنا، خلنا وقفه فوق. والله باركن حلو، هذا باركن رومانسي. كفو كفو تو الباركن بعدي. والله انزين الحين خلنا نبدا كلام. كهرباء قريبه مش بعيده. الانتاج نبغى انتاج، نبغى مصفات نفط مش مصفاه، نبغى مصفاه محطه ضخ. انا اقصني كيابل الحين بسوي. شوفوا اعرف انه بينقصنا شيء، اعرف انه بسوي شيء بنقص شيء انا. اول شيء بنسوي محطة الشاحنة عشان نسجل الرحلة. زين. وثاني شيء بنسوي ان شاء الله يكون عندي مكان حق اخاف، اخر شيء ما يكفيني شيء ما يبي عيب. يبالي 5 روتر، 5 روتر شو يباله؟ دوار. يبغى له براغي 5 دوار نبا. الحلو انه نقدر نحن الانعق هذا، نقدر من محيطنا ننتج من ولا شيء. هذا الحلو في الالعاب يعني، ما نقدر ممكن انه ما نتعوز للابد يعني. خلينا نحطين الشاحنة بتي هني بتوقف، وانا بدخل فيه السمون من هني، بدخل فيه بترول بعد. اوكي خط البترول غير عن خط التخزين ولا كيف؟ اظن ان الاثنين نفس الشيء. لا اظني هذا البترول هني لتهيئة الشاحنات. انزين هذا معناه اقدر احطي الحين ان شاء الله نقدر نحطي انتاج مصفاة نفط هني، مش مصفاة سوري، مضخة نفط. نعم نستطيع، نقدر نحط واحدة ثانية؟ هي نقدر نحطيها وين؟ هني. بنسوي كونستراكتر باني. زين الباني يبالي حديد مقوى. لحظة
حديد مخوى اقدر اسوي؟ اي اقدر بس يبالي براغي، يبالي ثلاثة حديد مخوى. زين اسوي ثلاثة حديد مخوى. زين واسوي شو؟ الباني واحد. اوكي بنسوي هني فاصل متحرك واحد. زين يجي من هني، بنسوي هني الثاني مجمع اندماج يروح لهناك. حلو اوكي. وهذا معناه هذا ام كي 3 كله ام كي 3 البطرة يا جماعة. ليش تعدي على خلو الاخرين؟ لحظة هو شيء فاصل متحرك. حلو نشبك هالاثنين في شو؟ في بعض. حلو بس بالطريقة شو هاي يعني هذا اوكي سوري هذا مفروض يروح في هذا مش في ذاك. هذا هني وهذا عند هذا وهذا عند هذا وهذا شو يسوي؟ مفروض يسوي لنا بترول. ما اقدر اسوي بترول هني. كيف ليش بترول من شو اسوي؟ للحين ما سوينا بحث حق بترول. الحين شو هذا موجود؟ وقود. وقود اسوي من نفط خام. زين اذا نفط خام معناه انت تسوي شيء واحد بس ولا شيء مصنع بروحه حق هذه بس هي اللي تسوي لنا حق المصفات النفط نقدر نبنيها؟ نقدر نبنيها ليش ما نقدر؟ مش عدل مكانها مش عدل. نبي نحطيها مكان زي صبر. اذا هاي السالفة بالطريقة هاي خلنا نشيل هذيل ونشيل هذا ونشيل هذا نشل هذا وحطي مضخة النفط بالعكس تنتج. زين ليش؟ على اساس احطي المدمج ماله وين هذا؟ المدمج ناقل الاندماج هني. حلو بالطريقة هاي. نبى نوحد الانتاج على سبيل الاثنين يكونون قوة. انزين ونحطي فاصل المتحرك وين؟ الطريقة شو؟ الطريقة هاي. ان شاء الله ما يقول لي ما يستوي. لا ما يستوي. ايوه حلو. نحطي مضخة النفط في الوجه انتاج مصفاة النفط. انا اسف هني نسوي لها مكان غصب. اوكي كهربا بتكفينا تتوقعون؟ اوف وايد فوق هاي. نكبنا هاي او ممكن نحطيها على جنب هني. ليش معور راسي وايد؟ نسويها بالطريقة هاي النيب هذي ونحطيه هني. نيب هذا هذا شكل المخزن. هذا شكله بترول من شكله. زين فهذا مخزن واليوم بسحب سيفون على الشكليات لانه ما في الصراحة ما اعرف بعدله بعدين بطريقة من الطرق. اوكي
الحين شو بسوي؟ بنحط كيبل كهرباء في الوسط لا يمكن تحمله. يا حبيبي مش وقتك، مش وقتك تقولي لا يمكن تحمله، نبي وراه خط الموضوع. اي والله وراه خط الموضوع. زين خلنا نحط، مشكلة سيارتي ما تكفي توديني ترى. زين خلني بكهرباء. لا يمكن تحمله، ما عندي اسلاك. عندي كل شيء ثاني الا اسلاك. خلنا نصير انه بسلاك. تكشف العالم مرة ثانية. كل شوي نصير انه بسلاك سلاك سلاك. هاي غلطة الشاطر بألفة اللي تسمعونها هذه. يوم ان انا الحين اسير ما في هنا عندهم مليون سلك شيء. هالمكان هذا كان فيه اغراض من دقيقة. حديد مقوى، براغي، بيبات، ما في شيء ثاني. ما في اسلاك، اسلاك تبين من بعد كيلو. هاي نباهم حق ابحث. اسلاك تبين من بعد كيلو. والله بس طريقة، بس الضباب استوى. شفتوا من ساعة كان واضح كل شيء. مصفات النفط كم يبالها؟ 150 ضرب 350 150 150 عندي ثلاثة هناك يعني 120. زين ان بنرجع. تعرفون ليش؟ كهرباء ما تكفي. بنحط كهرباء، بنحط ما كهرباء. بس البترول فعليا هو الوحش الاخير يعني. طلعنا بترول، منتجات البترول وسيارات خلاص. نقدر نسوي كل شيء متطور عقب. مفروض تفيق بعدين حق الابحاث. زين شو يباله؟ محطة طاقة، دوار صح؟ عشان اسوي دوار شو يبالي؟ اسلاك صح؟ لان انا بسوي بترول الحين اسير. وشو بترول؟ قيمة الطاقة هاي ما ادري شو بعد فل عندي. شو اقدر اعق حديد مخ؟ 100 اعطاني. ما في حيلة الصراحة. خلنا نشيل هذا نعقه. شو بعد؟ ما حطينا شيء في السيارة والله. المفروض احط لي سماء في السيارة. ما عاشوا هاي المردو. لا الا فمان نقعد نشيل هاي حديد يا مان. انت اللي يسوي حق عمر شغله هاي. نحن الحين يعني اخر دني حق بترول. غامرنا 3000 مره حق بترول، سويت جسور وسويت ما ادري شو ودرب. الله لا يوريكم. الحين اللي نباه ان نقدر نشغل السياره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نشغل السياره. يعني العب بشكل هاي العب يعني بشكل عام العب روقان شوي. يعني يباله واحد تيم تفيق دنيا حركات. بس يباله مصنعي بترول والله. وصل البترول الحين للمصنع وايد زين. ابى اعرف بس وين لفت المكان. يعني على الاغلب انا وانتو الحين راح نسوي شو برا على التسجيل اللي شو اسمه راح اسوي تمديد السيارة التسجيل وهالسوالف لانه ما راح يكفي. بسوي مرة واحدة محطة كهرباء هني. شو رايكم؟ دام عندي سامان خلنا اسوي درب سيدة. عندي انابيب هناك ما عليه. اهم شيء ما اخلصهم الحين. بس اوكي انزين. يبالي 5 دوار. الحمد لله جبت الاطار هذا وياي. ولا اني راح النكب. اي والله حق السيارة. بس ما نبغى بننتج بترول صح؟ بننتج بترول. اذا انتجنا بترول خلني انا ما احتاج
اللي ما احتاجه هذا، هذا ما احتاجه ابدا، وانا عارف اني ما احتاجه، بس لعبة تاخذ وقت. ان الصراحة هاي اللعبة تحرق وقت اكثر ما انا تخيلت بمراحل، وايد 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 انها تحرق وقت بشكل لا تتخيلونه، يعني بشكل خرافي. افكر عق شيء ثاني، لحظة ايش عق شيء ثاني؟ لا ليش عق شيء ثاني، خلنا اسوي هاي كلهم اول شيء، احولهم زين، احول هذيل كلهم خلاص، ما بخلي عندي معدن خام. اوكي نسوي 300 سلك، لحظة هذا الدوار 9 رم اسوي صح، يعني اوكي امور الدوار ما عندي مشكلة وياه. بنسوي مصنع كهرباء واحد، واقدر اسوي كيبلات زيادة الحين لان عندي سلاك زيادة، كيبلات مفروض اسوي قد الاحتياج لان سويت اخر مرة زيادة. 3 4 5 اوكي 5 بس، راح قلنا 5 نحتاج، هي 5 نحتاج. وبنشل هذا بنحطيه وين؟ هني، والله ما يفرق وياي الشكل وايد برايه زين. وبنشل هذا من هني، بنحطي فاصل تحرك، يلا يركب جديد الانحدار زين. خلينا نقرب الفاصل من هذا، اظني ما بيكون عنده مشاكل. لا عنده مشاكل، صار متحرك. اول شيء هذا، ايوه مع ان شكله من عندي مو بسيده الصراحه، بس شو تعرف، ما حد يعرف شو السالفه. زين اركب دخيلك، لا تقعد تتفلسف، انت اركب في هذا الكيبل، انت تجري 200. اوكي نايس 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 نايس، انتجنا 200، انتجنا 200 موجودات في الشبكة. عندي شيء انا فحمه هنا، في شيء فريته انا صح؟ ما احتاج اللي انا فريته، باخذ مكانه فحم غيره. حق شو باخذ فحم؟ ما ابو فحم، خليه ولي بس بصير دايركت، عندي الاسلاك عندي كل شيء، بوصل كهرباء. ايه مفقود كابل، ليش انا ما كان عندي كابل؟ اخ علينا، اقولكم خل اسوي كابل 20 21 يكفي، والله بخليني بعد برايه، مهم اني ما تصير درب طويل على طريقي بسوي. اسميه اقطع مسافات في اللعبة، يو المسافات هاي مسافة مسافة يعني مش مسافة هينة. أيوة أخيرا استوى عندي. أوكي خلينا نحطيه هني، نشله ونحطيه وين؟ هني، خلي يكون عندنا نقاط حق المستقبل.
نشيل ونحط هذا هني، ونشيل نحط هذا وين؟ خلنا نحط هذا على الخرسانة هني، نشبك الكهرباء كلها في بعض، خلنا نشغل كل شيء. شو عندي؟ لا يمكنك توصيل المزيد بهذه الشبكة. أوكي تعال انت هني عيل، أشوف. كل شيء شغال. كم قاعد استهلك كهرباء؟ ما قاعد استهلك شيء لان هذا ما شغلته بعد. نبغى نسوي وقود، هلا نشوف فكرتي عدل ولا غلط. هلا ننزل من الباركن الملكي هذا، مركبه خلينا نحط فيه فحم، خلينا نسوقه. يعني البترول، يعني البترول، يعني البترول، يعني البترول، يعني البترول. يعبي بروح اوتوماتيكا. زين الحين بترول وين؟ البترول هنا. ها وهذا وين البترول ماله؟ زين لو اشل هذا. ايوه ايوه لازم يعبي بترول اوتوماتيك. نايس البترول اللي يصنعه هني. اشوف نايس وايد وايد وايد. اوكي الحين انا كل هالاغراض اكثر الاغراض ما نفعتني ترى، مش انه ما نفعتني لا، بس يعني لا والله اكثر الاغراض نفعتني صراحة. لحظة اشوف البترول الثالث وين. مضخة ما اقدر اسويه الا اذا كنت محظوظ وعندي اغراض وما فيه الكفاية حق منو حق هذا. هو عندي والله عندي اغراض حق واحد بالضبط، بالضبط واحد. ويبقى كيبل بعد، كيبل يبقى 20 اظني. بنحط مضخة زيادة اذا عندي كهرباء تكفي. ان شاء الله تكفي الكهرباء، انا مش متأكد انها تكفي. بس تعرفون شو 155 لا ما اقدر. اذا حطيت كهرباء وحدة زيادة بيبند المكان. بخلني محترم زين وما احط الكهرباء. لحظة خلنا اشيل هاي من الصبح قاعد طالعها. ما اعرف وايد طولنا في الحلقة يمديني اسجل. خلنا نحط هاي هني بس على اساس يكون حتى لو انه ما بستعمله بس خله. هلا هذه ظني بالي منشار. سوينا والله مصنع كامل هني يا جماعة. انا هذا المصنع الصراحة جميل 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 جميل، مصنع جدا جميل. راح ينتج لنا نوعا ما نفط، وهذا راح يسوي لنا بترول كل ما ادري كم دفع، بس اظني وايد بترول بيسوي لنا الحين. احنا بس نبغى بترول حق الحين. يعبي اصلا اكثر من 100؟ كم يعبي بترول؟ اظن ما بيعبي اكثر من 100 صح؟ ايه ما يعبي اكثر من 100، بس ان شاء الله 100 تكفي. الحين احنا قريب اسوي سياره ثانيه، بس ليش ما قاعد يعبي ال لازم اكون راكب لنا يعني؟ لحظه ولا يعبي اللي عنده بس؟ شوف بيعبيه وانا ما حد. اوه عباه في ضربه واحده يا حبيبي يا حبيبي. خلنا نسجل الرحله يلا، وادعي اني اوصل. هذا راح يكون تسجيل فاشل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ندور لمكان عدل ينزل منه ونسوي له درب. انا في درب الشباب اظني. اوف نبى
بعدها يسجل اذا بعدني انزل. لحظة خلنا اشوف. والله زين مرات نعمل واحد عنده اغراض زيادة. اوكي انهاء التسجيل. كلير باث. اوكي بنصير هناك ننظف التسجيل. اوف تيجي عبة. خلنا نبدأ التسجيل ان شاء الله حصل طريق. انا شفت سيدة للبيت. يا جماعة الخير شكل الطريق راح يكون سالك والاشواك ما ينفع. لازم ارجع مرة المهم انا بنهي الحلقة لليوم. خلوني اللي بروح القاعدة وبرجع اساس اعرف الطريق وبعدين ان شاء الله برجع لكم في انتاج. المهم بدينا نحن بنتاج منو البترول. بنحط مصافي هناك شو تسوي لنا شغلها تنتج منتجات البترول. اللعبة قامت قلت شوي. بنشوفكم ان شاء الله بحلقة قادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.